حقيقة وراء سفن. اوعى اسمع حسك ولا تنطق بنص كلمة قدام الباشا، فاهم؟ واحد مايو اتنين حمام الهلا يا باشا. اهلا يا وديع، جايب لي معاك ايه النهارده؟ جايب لك سيناريست مرعب، جايب لك اثاره، جايب لك سفاح، جايب لك نهايه مش متوقعه. بس انت نهايتك المتوقعه يا وديع. والسفاح ده بقى بيقتل ليه ان شاء الله؟ بيقتل علشان السبع خطايا، فالفيلم ده اسمه سفر. وايه بقى هما السبع خطايا ان شاء الله؟ اول خطيئه الفجعه، تاني خطيئة الغرور، تالت خطيئة الشهوة، رابع خطيئة الطمع. خلاص يا عم فهمنا، عرفنا اي حد عنده السبع خطايا هيتين السفاح يقتل. لا، بيذبح اللي عنده خطيئة واحدة بس، واحدة بس. استنى يا باشا، استنى يا باشا ما تشوف المشهد الاخير اللي هيقلب كل موازين السينما. يلا اشتغلوا. هو عايزك يتقلب. دلوقتي احنا شايفين المشهد بعد ما السفاح قطع دماغ مرات البطل، وهنكتشف ان البطل نفسه عنده خطيئة من الخطايا السبعة. كفاية يا وديع. اللي هي الغضب. كفاية يا وديع، انا اشتريت خلاص. مش قلت لك؟ يلا يا اساتذة، يلا يلا وديع. تعال، بقول لك ايه، مشي الواد ده من هنا وراضيه باي حاجه، وشوف لنا بيع للسيناريو ده اهوت في اي بلد تانيه، وسيبك من الجنان ده يا وديع، ودور لنا على حاجه خفيفه كده يا وداع ده نعملها. استاذ حبيبي وديع، اريني في السنه اللي بعنا فيها سيفن عملنا ايس كريم في جليم، اتعرض في 10 دول عربية، اغانيه باعت 300,000 شريط كاسيت. ايس كريم في جليم على ميلودي افلام، افلام عربي. ام الاجنبي.